مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. حرصت الشريعة الإسلامية على التشديد على أهمية حفظ العلاقات بين الأفراد وصون هذه العلاقات، خاصة في محيط الأسرة التي حرص الإسلام على أن تكون العلاقة الرابطة بين أفرادها هي علاقة تآلف وتواد وتراحم. في حلقة اليوم من فقه الحياة نتحدث عن ظاهرة هي تعرف باسم التخبيب. نتعرف مع فضيلة الدكتور منصور مندور من علماء الأزهر الشريف على معنى هذه الظاهرة وما هي أشكالها وما هي أيضا حكم هذه الظاهرة. فضيلة الدكتور، برحب بحضرتك معنا في فقه الحياة. أهلا بحضرتك أستاذة غادة، أهلا بك. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة من فقه الحياة بعد الفاصل. مشاهدينا، لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور منصور مندور من علماء وزارة الأوقاف، أجدد لحضرتك التحية دكتور. أهلا بحضرتك، ربنا يطمن عليكم. فضيلة الدكتور، بداية، التخبيب هو ليس بظاهرة حديثة وإنما كان موجودا منذ القدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نعم. ما معنى التخبيب؟ بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. الحقيقة هي فعلا كلمة التخبيب غير منتشرة بين الناس، لكنها كلمة جامعة لمعان كثيرة. يعني هذه الكلمة تحمل في طياتها الإفساد، وتحمل في طياتها الخداع، وتحمل في طياتها التحريض. يعني نقدر نقول إن ده كلمة تخبيب هي دي من معانيها. ولذلك بداية وقبل ما أقول خلاص عرفنا كلمة تخبيب وإن كلمة تخبيب بتعني هذه المظاهر السيئة دي اللي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. والتخبيب معروف من منذ القدم، لكن الكلمة غير منتشرة بين الناس، ممكن واحد يسمعها فعلا ويسأل معناها إيه، لكن احنا النهاردة عايزين نفهم الناس أن اللغة العربية بجمالها تحمل هذه الكلمة وتحمل في طياتها هذه المعاني التي يجب أن يبتعد عنها كل إنسان عنده دين وعنده تقوى وعنده أخلاق. يجب أن يبتعد عن ظاهرة التخبيب ويجنب نفسه الوقوع فيها. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني ايه تخبيب زوجة على زوجها؟ جميل جدا. بما ان الشريعة الإسلامية زي ما حضرتك اشرت في المقدمة، او الأسرة الإسلامية او المسلمة قامت على عنصري المودة والرحمة، والشريعة تحرص حرصا شديدا على استقرار وهدوء البيت المسلم. نعم. وأي بيت حتى لو كان غير مسلم الشريعة لا تتدخل في ذلك، وهنيجي في الكلام وهثبت لك أن يعني في واحدة غير مسلمة أو واحد مسلم كان بيتعرف على بنت غير مسلمة وهي متجوزة، فالعلماء نهوه نهيا قاطعا أنه يتواصل معها مهما كان السبب، لأن زي ما احنا بنخاف على بيوتنا بنخاف على بيوت الآخرين. نرجع بقى لأن الشريعة الإسلامية من البداية حرصت على استقرار البيت المسلم، وحرصت على طاعة الزوجة لزوجها واحترام الزوج لزوجته والخوف عليها والعمل على الحفاظ على أسرته، يعمل نهارا ويسهر ليلا ويبذل قصارى جهده من أجل تحقيق المودة والرحمة اللي أشارت إليه آية سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب طالما البيت ده قائم على المودة والرحمة، ما يجيش حد من بره بقى يعمل عملية التخبيب، إن هو يقعد ينصح أو يقعد يفكر نفسه بينصح، أو واحد له غرض إنه يهدم الأسرة دي، شايفها مستقرة وآمنة وفي نعيم فعايز يهدمها،
نوع من الحسد، نوع من الكراهية، نوع من الغرض الشخصي، إن واحد معجب واحدة عايز يفسدها على زوجها عشان تتطلق منه عشان يتجوزها هو. كل ده ظاهرة أو ما يعرف بالتخبيب في الإسلام، والإسلام نهى عنه وحذر منه. طيب إحنا ممكن نقول إن برضو يعني هل فعلا الشريعة حذرت من التخبيب بالظاهرة ديت؟ يعني مثلا في الحديث الشريف إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه اللي هم الشياطين الصغيرين، نعم، ويقول لهم أقربكم مني مجلسا أعظمكم فتنة. يعني اللي هيعمل مصيبة كبيرة كل ما تكبر المصيبة كل ما إيه؟ يكون مقرب ليه، يكون مقرب ليه. فيأتي أحدهم أو يجيء أحدهم، الشيطان لسه كده طالع ورور كده، أنا عملت كذا وكذا، يقول له لم تصنع شيئا. يجي واحد تاني يقول له ايه، ما زلت وراءها حتى طلبت الطلاق من زوجها، او ما زلت وراءه حتى افسدت بينه وبين اهله. هنا في الحالة ديت ابليس يعمل ايه بقى؟ يقول له انت ويقربوا منه. فكل ما يكون الشيطان بيوصل الى مرحلة اكبر واعظم، واحنا خدنا النموذج ان هو فضل وراه لحد ما طلق زوجته، يقوم الشيطان يروح مقربه هو. في جرائم اكتر من كده؟ في جرائم اكتر من كده زي القتل وغيره. ده بقى طب قوم انت بقى اللي عملت وهات القاتل ده. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان ابليس دي يعني ده يعني فبعزتك ليه لاغوينهم اجمعين. فهو فكره القيام على اهداء يعني هدم الاسره دي فكره ابليسيه. ولذلك حتى من شغل السحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني إذا محاولة هدم الأسرة هي فكرة جهنمية، هي فكرة شيطانية، هي فكرة. فأنت ليه يا إنسان يا مسلم أو غير مسلم ليه تكون سبب في هدم أسرة؟ وهدم الأسرة بإزاي؟ بكلمة ممكن لا يقصد. يعني ما واحدة تقعد مع واحدة وتقول لها إيه، يا سلام أنا جوزي جاب لي، طب انت اللي انت بتكلميها دي زوجها مش قادر يجيب لها حاجه، تكون ايه النتيجه؟ حمضت النفوس، قلبت المواجع. طب احنا النهارده عشان كده بنقول ممكن والله، ودي اخلاق يا استاذه غاده يجب ان تتبع داخل بين الناس وبين الاصدقاء. يعني انت عارفه ان ظروف صاحبتك زوجها ما يقدرش يجيب لها الحاجه دي، فلما تروحي تقول لها ده زوجي جاب لي قطعه الذهب دي هديه، او زوجي جاب لي العربيه ديت، او جاب لي الموبايل ده، او جاب لي الحاجه دي، وزوجها ما يقدرش، ايه النتيجه؟ حتى لو لم تتكلم ففي من نفس ايه شيء. ومن ثم ينبغي ان احنا نحافظ على مشاعر الاخرين. طب فضيله الدكتور، نعم. ده يعني ان التخبيب ربما ياتي بدون قصد؟ يعني ما يكونش بهدف افساد الاسره او تخبيب المراه على هي زوجها؟ ما تقصدش بالظبط كده، هي فعلا يعني بص التخبيب ممكن نقوله ليه ثلاث صور او ثلاث منازل. واحد قاصد بيحب الست دي وعايزه تطلق من جوزها عشان يجوزها، ده اسمه تخبيب. واحده قاعده مع صاحبتها عماله تفخر بنفسها فقالت لها كلام خلتها شالت من زوجها التانية، ده درجة تانية. في صورة تالتة ان واحد يروح ينصح نصيحة بطريقة مش سليمة فيحدث التخبيب بين الرجل وبين زوجته. يعني مثلا على سبيل المثال الحما، نعم، اللي هي ام الزوجة، تروح تقولها خلي بالك اعملي فيه كذا، اتعاملي معاه كذا، ده اسمه تخبيب دون ان تقصد. دي هنا حرضت زوجها قاعده في البيت وامنه ومطمئنه ومستمتعه بحياتها مع زوجها. يوم ما الام اتكلمت وقالت لها هو شوفي فلانه جابت لفلان، فلان جاب لفلانه، فلانه عملت، فلانه سوت، فلانه دهنت بيتها من جديد، فلانه غيرت الشقه وراحت من الحته الفلانيه، هنا احدثت شقاق بين الرجل وبين زوجته دون ان تقصد. طب احيانا فضيله الدكتور الزوجه او الزوج بيلجا لاقرب الناس اليه سواء الوالدين او تمام. الاصدقاء او الاقارب لطلب المشوره، احيانا ما تكون هذه المشوره يعني غير صائبه،
بيطلب مثلا اعمل ايه في الموقف كذا مع زوجتي، ينصحوه نصيحه، النصيحه دي تكون مش موفقه، وبالتالي بدل ما هي تصلح بينه وبين زوجته بتكون سبب للمزيد من الشقاق بين خراب البيوت. نعم، في هذه الحاله الناس تقول طب انا اسال مين؟ يعني انا بلجا لاقرب الناس ليا. سؤالك حلو جدا وفي موقعه فعلا، ولذلك الاسلام علمنا حاجه جدا جميله، علمنا ان احنا لما نسال اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هنا مش لازم يكون القران او علماء دين، ممكن يكونوا علماء اجتماع، ممكن يكونوا علماء نفس، ممكن يكون ناس متخصصين في النقطه دي بالذات. فانت مفروض لما تروح تسال حاجه، يعني انت عندك مشكله في بيتك ومش قادر تحلها، تلجأ للمختص في هذه المشكله وتاخد رايه فيها. والله لو هي مشكله طبيه اسال اهل الطب، لو هي مشكله سيكولوجيه اسال اهل علماء النفس، لو هي مشكله بيولوجيه روح لبتوع الاحياء، لو هي مشكله اجتماعيه روح لبتوع الاجتماع، لو هي مشكله دينيه روح لبتوع الدين. ولذلك يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل التخصص. اهل التخصص. ودي مهمه جدا ان احنا يعني ما يروحش، انت ما تروحش تسال امك، لان ممكن امك تفرح في المشكله دي. يعني مثلا انا بيني وبين مراتي مشكله، لو رحت قلت لوالدتك على المشكله دي ممكن والدتك تاخذها على زوجتك. نعم، ولذلك يفضل انك تسال مختص، ولا احد يطلع على ما في بيتك من اسرار. ودي نقطه مهمه جدا جدا لاستقرار البيت والاسره. دي حقيقة فعلا، يعني احنا لازم ننتبه لهذا الأمر. طب فضيلة الدكتور، بنتحدث عن التخبيب، وعايزة أعرف من حضرتك إذا كانت الأم والأب أو الأم أم الزوجة ممكن تكون بتقول لها الكلام ليس به أي سوء قصد، ولكن هذا يمكن أن يفسد الأمور بينها وبين زوجها. الناس هتقول طب انتوا بتتكلموا كلام نظري، الام هتيجي هتكلم بنتها في ايه؟ طيب يعني هي بتتكلم معاها كلام عادي، بيتاخد ان ده ذنب وانها من وراءه افسدت البيت، هل كده بيبقى ذريعه للزوج ان هو يقول لها ما تتكلميش مع والدتك، او ما تخرجيش تروحي لوالدتك الا لما اكون حاضر عشان اسمع هي بتقول ايه؟ يعني حضرتك تقول ايه في الكلام؟ لا طبعا، هو احنا لازم نكون عندنا نسبه او درجه من العقل تخلينا نتصرف صح. يعني انا مش مفروض البنت ما تروحش تقول لامها اسرار بينها وبين زوجها، وما تقولش، ولو زوجها شايف ان الكلام في الخصوصيات هيفسد عليه حياته من حقه يمنحها، وهو برضه يكون عاقل. ما هو في ازواج برضه للاسف، زي ما انا ضربت مثال من شويه، ان زوج يروح يحكي لوالدته على حاجه بينه وبين مراته فيفسد على طول البيت، يحصل مشكله بين الحما وبين مرات ابنها، فتقول اتعيرها او تقول لها ما انت بتعملي كذا وكذا. ايه اللي عرفها الحما بالكلام ده؟ ابنها. نعم. فاحنا بنقول نفس الكلام، زي ما بنخاف على وبنمنع المراه ان هي تتحدث مع امها في اسرار بيتها، كذلك نمنع الرجل ان يتحدث في اسرار بيته مع امه او عمه او خاله ايا كان، الا اذا كان في حاله واحده ان خاله او عمه ده او اهل تخصص، فهو بياخد رايه من باب الايه؟ من باب الاستشاره، ومن باب الحرص والوصول الى الافضل والاحسن. اذا كانت النيه دي موجوده فاهلا وسهلا بها. لكن التخبيب حضرتك عشان ما نروحش بعيد، هو بينصب اول ما نزلوا اسوأ ما فيه، ينصب على ان واحد عايز يطلق الست دي من جوزها علشان يتجوزها. طب في الحالة دي بقى يا دكتور، نعم. يعني واحد عايز يطلق الست دي من جوزها علشان يتجوزها، أحيانا بيكون الزوج سيء فعلا. تمام. يعني أحيانا بيكون الزوجة مش بتشكو من الزوج في أمور كتير. صحيح. وربما تكون هي تجهل الكثير من الأمور عن الزوج، وهي أسوأ مما هي كانت تعتقد، وإن الطرف الثاني اللي جاي بي 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 يعني بيتدخل بيمصح. هو بيقول لها اللي هي خافية عليها، فهذه الحالة هو يعتبر من قبيل التخبيب برضه؟ لا، هو ده ما يعتبرش تخبيب، لكن احنا عارفين في الشريعة الإسلامية لو حصل بين أو شجار بين الزوج والزوجة، حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا، شوف التعبير القرآني، إن يريد، مين اللي يريد بالألف؟ الطرفين، الزوج والزوجة؟ لا، الحكمين. الحكمين؟ آه. يعني ممكن الحكمين ما يبقوش عايزين الإصلاح؟ بالظبط كده،
يعني شوف اللفظ، إن يريد حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. أنت خلاص أنت كزوج أنت خبت شخص ده هو اللي هيروح يحل لك المشكلة، وأنت كزوجة أنت خبتي اخترتي عمك أو خالك يحل لك المشكلة، حتى يفضل ما يروحش أبوها ولا أخوها لأن ممكن يكون مندفع شوية، يفضل حد بعيد شوية. ليه؟ لأن البعيد ده بيبقى عنده تأني، ما عندوش الحمية والغيرة الشديدة اللي تخليه بقى ممكن يعني يقع في خناق الزوج أو الحكم بتاع الزوج. فعشان كده بنقول فكرة التحكيم دي مهمة جدا، إن يريد إصلاحا أي الحكمان فبالتأكيد هيتم الإصلاح إن شاء الله، يوفق الله بينهم طالما النية موجودة للخير. أما فكرة إن واحد تدخل بقى وحب ينصح الزوجة وقالها اعملي كذا وعملي كذا، هي دي بقى مرجوحة لنيته هو، هو فعلا بصرها بالخير والكده ولا بصرها بحاجة خلاها تروح مش طايقة تشوف زوجها. دي هي دي النية بقى، النية هي الحكم في الموضوع ده، وده هيتعرف من ايه بقى حضرتك؟ من عواقب المشكلة. افرض واحد مثلا هو زميلها في الشغل، فهي قاعدة متضايقة زعلانة مالك في ايه، فللأسف اباحت ليه لزميلها بما يحدث بينها وبين زوجها، وده خطأ طبعا. نعم. فهو في الحالة ديت قال لها ازاي ده انا بعمل ده، انا في البيتي بعمل وبسوي، هو ده تخبيب بقى سواء كان يقصد او لا يقصد. او لا يقصد. فاذا كان يقصد وخببها على زوجها فقامت بطلب الطلاق من زوجها، احنا في الحالة ديت وقعنا في ايه؟ في اللي هو عايزه. فطبعا في الحالة ديت ممكن يتجوزها ممكن ما يتجوزهاش ايا كان الامر. يعني انا اعرف من خلال خبرتنا في المساجد والاسئلة اللي بتجي لنا ان في زوج ضبط زوجته بتكلم حد معين في التليفون، فاما ليها بنتي انا ما عنديش مشكلة لو عايزة تتطلقي وتروحي تعيشي معاه انا ما عنديش مشكلة، بس انا حثبت لك انه بيلعب بيكي. وراح كاتب لها كم سؤال على ورقه، والله الكلام ده حقيقه يعني، كتب لها كم سؤال على ورقه وقال لها اتفضلي اتصلي بيه وانا سامع المكالمه وري، لو قال لك هتجوزك انا ما عندي مشكله، بس انا عايز اثبت لك انك انت نيتك طيبه وحسنه، فانت صدقتيه وفكرت ان هو هيعمل لك اللي ما عملوش لاهل بيته هناك. اسمعي، وعملت المكالمه فعلا ووافقت زوجها وعملت المكالمه، هم الاثنين سامعين السبيكر مفتوح. فلا قالت له انا بصراحه خلاص انا نويت اتطلق وبطلب الطلاق من زوجي وعايز اتطلق. رد عليها لا تتطلقي ليه؟ ما احنا كده عايشين كويسين. يبقى ده راجل مش بيخبب وبس، ده راجل بيصطاد في الماء العكر وعايز يعني يقع بيها في الخطا وفي الفاحشه وهي على ذمه زوجها. شوف الاجرام وصل لدرجه ايه؟ نعم. اذا نحن في حاله فهم ان البيت المسلم يجب ان يكون مصانا وعليه سياج من السريه. مفيش داعي ان انسان يخطا، وانت لما قعدت مع زميلك وفضفضتي ليه ده كان خطا كبير جدا، زي ما هو ممكن يبقى قاعد مع واحده في زميلته في الشغل ويقول لها مراتي بتعمل كذا، غلط. البيوت اسرار، ويجب ان نحافظ على هذه البيوت بكل امانه وبكل حكمه وبكل إسلام. يعني مش عارف أقول الدين نفسه هو اللي علمنا المبادئ. طب فضيلة الدكتور، يعني الإسلام وضع في الأساس أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة سكن ومودة. نعم. ورحمة. تمام. أحيانا ما تفتقر الأسر لهذه المقومات لإقامة أسرة سوية، أسرة سليمة، أسرة كما ينبغي وفق تعليم. تمام. الإسلام. تمام. في هذه الحالة بتكون فريسة لفكرة التخبيب سواء للزوج أو للزوجة. يعني أحيانا الزوج بيتعرض ده من زميلته في العمل. صحيح. والزوجة تتعرض ده من زميلها في العمل. صحيح. إذا كان أساس العلاقة أصلا هو معيوب، في هذه الحالة أنا أعتب على الطرف اللي بيسمع وهو بالفعل عنده مشكلة جوه البيت، يعني الزوجة مثلا اللي عندها مشكلة كبيرة مع زوجها وما فيش أي نوع من أنواع التفاهم. تمام. أو في حالة من الفتور والبرود الشديد في. تمام. التعامل بين الطرفين، بتلجأ إلى طرف برة للنصيحة أو إنها بتحكي مشكلتها، هي ممكن ما يبقاش في سبب كبير للطلاق لكن ما فيش مودة وسكن بزر. ورحمة. وارد. وارد الكلام ده، واحنا قلنا من شويه ان الانسان يلجا للي يفيده مش للي يفضح له، مش للي يكشف له اسراره. يعني ايه دور المراه في البيت؟ دور المراه هي حفظ سكن البيت. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لتسكنوا اليها، يعني الراجل عايش عمره
بيتحرك كتير، بيجري كتير من الهنا لهنا لهنا، لما بتجوز ايه اللي بيحصل؟ يحصل نوع من السكن والهدوء ليه؟ لتسكنوا اليها. فالقران سماها سكن، والعلاقه بين والبيت اسمه سكن احيانا برضو بنقول عليه سكن، لان انا ما بجدش راحتي اللي في البيت. طب انا اسرار البيت دي لما اطلعها بره واحكيها لحد مش مختص يبقى انا فضحت البيت. نعم. فعلشان كده بنقول دور المراه جوه البيت ان هي لو حتى زوجها جاي من بره تعبان مجهد اي حاجه، شو حتى الشاعر المسلم يقول لك ايه؟ فزوجه المرء عون يستعين بها على الحياه، فزوجه المرء عون يستعين بها على الحياه ونور في دياجها، ان بات في كدر مدت اليه لتواسيه اياديها، في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك الاما يعانيها. ده دور المراه. لكن انت النهارده دور المراه ما تنسى دورها وجوه البيت مش مهتمية بنفسها، وتهتم بنفسها لما تيجي تخرج بره البيت، وتهتم بنفسها وبأسلوبها وملبسها بره البيت، وجوه البيت مفيش أي اهتمام. طب ما احنا اللي بنهدم البيت، فلما يجي حد ينصحها ويذكرها تزعل. نعم. يا سيدتي إن اللي بقولك كلمة خير عايز البيت يبقى مستقر. يعني ده في بعض الأحاديث إن ابو الدرداء ما اعرفش، وكان ليه صاحب ما كانتش مراته مبتزله، كانت مبتذله يعني مش مهتمه بنفسها، فقال ان لزوجك عليك حقا. يعني اذا حقوق الاسره جوه البيت، المراه العاقله الناصحه الواعيه هي التي تحافظ على مقومات البيت ولا تهدم بيتها باعطاء فرصه لاحد يخبب عليها او يفهمها ان هي مفيش زيها في العالم، وانه لو وانا مش عارف كنت من زمان بحبك ومش بعد الظروف منعتني، فانا ان شاء الله انا دلوقتي يعني انت فقت دلوقتي بعد ما هي بقت ام وعندها اسره وعندها مقومات اسره، فقت دلوقتي جاي تخبب عليها. هذا لا يصح ولا يجوز باي حال من الاحوال. واللي يعمل الكلام ده يبقى شيطان. الشيطان شفت احنا قلنا من البدايه ايه؟ نعم. ان ابليس بينصب العرش على الماء علشان ويبعت بقى الشياطين الصغيرين اللي يجي يقول انا فضلت وراه لحد ما طلق مراته، يقول له انت تعال. فده اللي احنا هو ده اللي بيحصل. فانت بقيت يعني من شياطين الانس، انك انت شايف بيت مستقر، بيت هادئ، بيت امن، تروح تنخر فيه وتقول وتحاول تفتح عينين المراه على اشياء، تروح لزوجها يحصل بقى فيه مشاكل جوه الأسرة، مين السبب في الموضوع ده كله؟ هي كلمة قيلت، ممكن يكون يقصد أو لا يقصد. فالواحد لازم يحافظ على كلامه، لأن الكلمة إذا خرجت من الفم بقت هي الحاكم والمسيطرة، لكن طول ما الكلمة جوه أنا المسيطر عليها، إذا خرجت من فمي هي سيطرت عليها. ومن ثم ينبغي على كل مسلم أن هو يحرص على ألا يخبب وألا يكون سببا في التخبيب، لأن سكون البيت وهدوءه واستقراره أمانة في رقبة المجتمع. وإحنا بقينا إيه من الإسلام غير الحفاظ على الأسرة؟ نعم. يعني إحنا عايزين نقول إن ديننا، يعني إحنا دلوقتي التعليم زي ما أنت عارفة حضرتك، والشوارع زي ما أنت عارفة، والإعلام بقى موضوع الأفلام والمسلسلات، مش إحنا عايزين نفسنا نشوف أعمال فنية تظهر معنى التخبيب، تظهر إن اللي بيخش يحرض زوجة على زوجها أو زوج على زوجته، ده الرسول قال فيه ليس منا، والعلماء عدوها من الكبائر. طب عفوا فضيلة الدكتور، يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث عن خبب امرأة على زوجها، ولكن لم يتحدث عن العكس، يعني تخبيب الرجل على زوجته. نعم. هقول لحضرتك، هي فعلا والله سؤال حلو، اعتقد ده ما كانش موجود في السكريبت، بس هو معناه حلو جدا. ايه هو ايه السبب ليه فعلا الحديث اختار المرأة؟ لأن غالبا أو أغلب البيوت، وأنت حضرتك ما شاء الله صاحبة خبرة وصاحبة يعني اطلاع ورؤية، أنا بشوف أن دايما الطلاق ينبع من الزوجة مش من الزوج. يعني المرأة عندما تحافظ على بيتها ويكون بيتها مستقرا وآمنا، الرجل عايز إيه غير أنه يشوف بيته مستقر وآمن. فطالما الراجل بره مهم، عارف ايه الدور بتاعه، وعارف دور ان هو يعمل ويجتهد ويوفر للبيت الطعام والشراب والسكن والموده والحب والى اخره. فلما بعد العمل والتعب ده كله يروح يلقى وجوه منقلبه ونفوس سيئه وعبارات شديده، ويجد عدم حسن استقبال من المراه، يكون النتيجه ايه؟ هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما قال إن
ما رزق المرء بعد التقى خير من زوجة صالحة. كان غرضه إيه؟ إن استقرار البيت في إيد المرأة مش في إيد الرجل. والله أي رجل يتمنى يشوف مراته في أحسن حال ويشوف أولاده أحسن أولاد، لكن عندما تتغير النفوس وتتقلب النفوس وتتقلب القلوب وتبتدي الطمع يخش والشك يدخل بين الاثنين، في الحالة ديت دي بداية هدم البيت. طالما الشك والظن ومش عارفة أنا أقلب في تليفونه وهو نايم أشوفه يكلم مين النهاردة، أو يعني الحاجات دي كلها دي بداية الايه؟ بداية هدم الأسرة. وبيحصل فعلا الراجل، أصلا الراجل هو الراجل عايز يجي جوه البيت، عايز استقرار، عايز يشوف أولاده حلوين، عايز يشوف زوجته أحسن زوجة في العالم. لما يدخل البيت ويلقى النفوس وجوه مقلوبة والتصرفات مريبة والحاجات دي كلها، إيه اللي خليه يقعد في البيت؟ ما ممكن يشوف بيت تاني. طب فضيلة الدكتور، يعني البعض حيتحدث عن أن أحيانا بتدخل امرأة في حياة الزوج وتبتدي تنصح أو تعمل تخبيب بالمعنى اللي احنا ذكرناه، اللي هو العكس بقى، العكسي. تمام. وتشترط على هذا الزوج أن هو يطلق زوجته حتى هي تتزوج منه. تمام. في هذه الحالة إيه الحكم أو بماذا تصف هذه المرأة؟ طبعا هي برضو مخبب. نعم، مخببة. طب هل في هذه الحالة إذا طلق الزوجة وتزوج من هذه المرأة الجديدة، هل في هذه الحالة يعني في حرمانية في هذه الزيجة؟ هي السؤال موجود بين الاثنين، يعني بين الأمرين. هل حتى حتى لو الرجل هو اللي خبب، هو اللي خبب عشان يتجوزها. فهنطرح السؤال عام بقى، إن السؤال اللي يقوم بالتخبيب ده عشان يتجوز، هل يزوج ليه يحق يصح هذا الزواج؟ في خلاف بين العلماء. احنا عندنا رأي الجمهور يصح الزواج طالما ان في ايجاب وقبول وبتاع. الامام مالك قال لا، قال يعامل بنقيض قصده. هو خبب على امرأة علشان عايز يتجوزها يحرم منها، لكن العلماء ما رأي الجمهور لا، الزواج صحيح لكنه يأثم ويكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، لكن هذه الكبيرة من الكبائر لا تطعن في صحة الزواج. في فرق بين صحة يعني طالما أستاذة غادة، طالما الحكم مكتمل الأركان فهو صحيح، اللي هو عقد الزواج صحيح، عقد الزواج إيجاب وقبول ومهر ولي وشهود والأمور مستقرة خلاص بالزواج صحيح، لكنه أخذها بطريقة ملتوية، هدم أسرة وحطم قلب زوج، ويمكن يكون كان في اولاد كمان، شوف مصير الاولاد دول ايه. كل ده ذنبه في رقبه مين؟ الشخص اللي خبب. والزوجه نفس الكلام، لو هي اللي خببت وطلبت منه ان هو يهدم بيته عشان تستمتع هو به فتكون هي ايضا اثمه. لكن لو تم الزواج بصوره شرعيه صحيحه الزواج صحيح، لكن عند الامام مالك ده حكم وليس يعني عارفه زي اسلوب القاضي. القاضي او المفتي بيفتي بما يراه. نعم. هو بيقول يعاقب، يعني هو عايز يقول الزواج لو تم يبقى صحيح، لكن هو مفروض شرعا يعاقب. وعلى فكرة في حاجة يمكن ما تناقشناش فيها، هل في دول عربية بتطبق أحكام التخبيب؟ احنا عندنا القانون المصري مفيش فيه الكلام ده، لكن لا أنكر ان كان في بعض النواب طرحين مشروع قانون من زمان. بس هيثبت ازاي يعني؟ بيثبت بالأدلة والقرائن والشهود. ليه ادله؟ يعني مثلا يعني قدر الزوج يثبت ان في واحد بعت رساله لمراته اعملي كذا وكذا وانا معاكي، انا بصي لو ما وافقش على الطلاق اخلعيه وانا هديكي فلوس الخلع. مش تخبيب ده؟ لو اثبت الزوج ذلك من خلال مكالمات، من خلال رسائل، من خلال شهود، يقدر القاضي ياخذ براي الامام مين؟ مالك، ويمنع هذا الزواج. ومن حق القاضي يعمل الكلام ده حتى لو كانت الأمور الشرعية مظبوطة. يعني يقدر القاضي يقول لك بما ثبت لدينا من معلومات مؤكدة وصحيحة أن فلانا خبب على فلانة ويستخدم كلمة التخبيب، أو حرض فلانة على زوجها، أو أفسد العلاقة بينها وبين زوجها، فالمحكمة لا تسمح بإتمام هذا العقد، والشرطة تنفذ الكلام ده. طب فضيلة انا هكمل لك الثلاث دول عشان ما ننساش، عشان معنى الثلاث دول اللي هو الفكر للعلم الناس كلها تعرف الكلام ده. الكويت تطبق هذا الحكم، الاردن، السعودية. وكان في قضية في جدة
ان الزوج اثبت ان في فلان خبب زوجته عليه، فتم استدعائه. لما انكر الكلام ده الزوج قدم الادله، القاضي عاقبه بعقوبه ماليه شديده حتى لا يعود الى ذلك مره ثانيه. بس والله طب يعني فضيله الدكتور، يعني اذا كنا نتحدث عن يعني هذه العلاقه وزوجه هي رافضة الحياة مع زوجها، تمام. علاقة سيئة بين الزوجين، جميل صح. في هذه الحالة، في حالة دخول طرف آخر هو يعني أراد أن يتزوج من هذه الزوجة، ولكن هي العلاقة بينها وبين زوجها هي فاسدة قبل هذه المعرفة، هل في هذه الحالة يعتبر ده من قبيل التخبيب؟ لا، هو بص هقول لحضرتك، إذا دخل شخص على أسرة والأسرة أصلا منهارة ومنفكة فشجعها على ذلك، ده يعد تخبيبا، يعد تخبيبا. هو إذا كان له رغبة فيها يترك الأمر حتى يتم الطلاق دون أن يتدخل، وإلا هيبقى هو يعني معلش هقول لحضرتك على حاجة، في مشاكل بين رجل وزوجته، نعم، والمشاكل دي نقدر نعمل حاجة من الاثنين، يا إما نشعلها ونكبرها ويتم الطلاق، يا إما ندخل ونصلح ونشوف ايه الموضوع ويتم الاستقرار. مش وارد ده وارد ده؟ نعم. طب واحد قال لي ده يا عم هم اصلا كانت العمليه خربانه، طب ما انت كنت ممكن بدل ما تساعد على خرابها كنت تساعد على ايه؟ اصلاحها واستقرارها. طب واذا عمل على اصلاح ما بين الزوجين اكتر من مره وفي الاخر برضه ما تزوجها، الزواج صحيح لكن نيته بقى، لو كان يقدر يصلح وما اصلحش فهو اثم، لو كان ما قدرش حاول يصلح وما عرفش خلاص يبقى هو له نيته وربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بالنوايا. نعم. لكن عايزين نقول، أنا برضو بحب أذكر وإحنا قاعدين في أكبر مكان في التلفزيون بنقول يا ريت الجماعة بتوع السيناريست وبتوع المسلسلات والروايات فعلا يفعل فكرة التحذير من التخبيب. يعني يبقى في فكر كده واضح في الإعلام وفي المسلسلات والأفلام أن التخبيب حرام شرعا، ولان احنا انت لحضرتك لو بصيتي في معظم الافلام والمسلسلات التخبيب علني وواضح، نعم، جدا جدا محدش يقدر ينكره. يعني احنا بنشوف يا دكتور في الاعلام بنجد في المسلسلات والافلام ان كل صور التخبيب اللي هي الحما بتعمل ايه والاصدقاء والاقارب وزميل العمل، يعني احنا بنشوف ده واصبح من الامور اللي بنتعامل معاها بشكل كانها امر طبيعي، ان الناس بتخوض في سيره وحياه بعض بمنتهى البساطه وان الامر كانه ما فيهوش اي حرمان. احنا عايزين بقى نفعل شرعا، زي ما الناس فاهمة ان شرب الخمر حرام تفهم ان التخبيب حرام. ما هو التخبيب، اصل التخبيب ايه الدافع له؟ حاجة من الاثنين، يا اما شهوة يا اما حسد. واحد اشتهى امرأة فخببها على زوجها، او واحدة كرهت فلانة كرهلها الاستقرار اللي هي فيه. وحاول حضرتك على حاجة، في احدى القضايا بره مصر كان فيها تخبيب تقريبا في الكويت، امرأة خببت صديقتها على زوجها وقعدت تقول لها ده المفروض يعمل لك ويعمل لك ويعمل لك، فلما القاضي استدعى هذه المرأة اكتشفوا أن هذه المرأة مريضة نفسيا وبتكره استقرار وأمن أي بيت. فكل ما تشوف واحدة سعيدة مع زوجها عندها غريزة كده وعندها دافع شديد ان ليه الناس تبقى عايشين سعداء وزميلتي دي وصديقتي وكذا وكذا، وانا ليه ما اكونش انا اللي احسن منها، فتهدم بيتها، وده نعم. اللي بنسميه الايه؟ الحسد. نعم. ومن شر حاسد اذا حسد. طب فضيلة الدكتور، حضرتك تحدثت عن ان المرأة لها دور كبير في الأسرة وفي استقرار الأسرة. نعم. شروط طلب المرأة للطلاق إذا كانت المرأة مش مرتاحة مع زوجها وهناك شخص آخر هي شايفة أنها هتكون معاه مرتاحة بشكل أفضل، هل من شروط إذا كان الزوج لا يؤذيها، ما فيش أوجه خلاف كبيرة بين الطرفين، تمام، لكن ممكن ما يكونش فيه مساحة تفاهم كبيرة برضو بين الطرفين؟ بص هقول لحضرتك، هو ورد في السنة أن امرأة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله إني لا أعيب على زوجي كذا وكذا وكذا، ولكني أكره الكفر في الإسلام وعايزة أتطلق منه. فالرسول استدعى عليه الصلاة والسلام
وقال لها أتردين عليه كذا وكذا حديقته، يعني المهر. ففي لو في امرأة فعلا مش عايزة تعيش مع زوجها وشايفة أن في هناك من هو أفضل منه وعايز، هو بس هو شرعا لو تم الطلاق ده بيسميه خلع بقى، أن هي تروح وتقول خلاص أنا تنازلت عن كل حاجة. ليه؟ لكن ليس من المنطق أن واحدة امرأة تفتعل المشاكل علشان تطلع زوجها غلطان وهو مش غلطان. ليس من المنطق أن هي تفتعل المشاكل علشان هي بتحب شخص آخر وزوجها راجل محترم وراجل بخاف عليها وعلى بيتها، تقوم تخليه تطلب منه الطلاق أو تعمل خلع أيا كان عشان تروح تعيش مع الراجل التاني. ده هنا هي آثمة. وأيما امرأة، وده حديث صحيح، وأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس لا تشم رائحة الجنة. يعني إيه يا دكتور؟ يعني أي امرأة تطلب من زوجها الطلاق بدون ذنب وبدون سبب، لا هو بيضربها ولا هو بخيل عليها ولا هو مقصر معاها في حاجة ولا في أي مشكلة، وطلبت الطلاق عشان طمعانة في زواج في رجل تاني، لا تشم رائحة الجنة. والحديث تاني، أيما امرأة، يعني أي امرأة تطلب الطلاق من زوجها من غير ذنب من غير سبب لا تشم رائحة الجنة. ويريد كل النساء يسمعنا ذلك. طب فضيلة الدكتور، إذا كان الأمر كذلك فالنبي يعني قصة ثابت بن قيس، نعم، على أي أساس هي لم تكن تعيب عليه خلق ولا دين؟ في حديث فسرت الكلام ده، نعم، إن هي كانت شافته في وسط الناس في وسط الرجالة هيئته مش كويسة. يعني شافته مش هيئة اللي هي نفسها فيه. فبتقول في بعض الروايات إن رفعت الخباء فرأت شكله، يعني مش اقتنعت به كرجل كزوج، فقالت أكره الكفر في الإسلام وراحت للرسول قالت له عزة، فقال لها أتردين عليه، رجل كان مديها حديقة، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رديها عليه وأمره أن يطلقها تطليقة، وانتهى الموضوع على كده. وعلى فكرة هو مفروض الخلع في القانون المصري يأخذ بنفس الكلام، يعني يأخذ بنفس الأسلوب. يعني فكرة إن هو إيه، يعني النهاردة القاضي يخلع المرأة بدون علم زوجها، لا، هو مفروض تجيبه، مفروض يجيب الزوج ويقول له أنت مراتك مش عايزاك، إن 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 أبدأ إن أبدت سبب إن هي مش عايزاه خلاص، يبقى حتى وبأمر القاضي يتم الطلاق. لكن إن يتم الطلاق بدون علم الزوج فجأة هو قاعد في البيت ويقول له مراتك خلعتك كده، خالف الشريعة. نعم. ومفروض الموضوع ده يراجع فيه رجال القانون ويشوفوا فعلا اللي هم بيطبقوا أحكام الخلع صح في المحاكم ولا ما بتمش بالطريقة الشرعية. يعني فكرة إن هي عندها إمكانيات وتدفع فلوس دي فكرة خاطئة. الفكرة مش فكرة فلوس ولا فكرة، لا، هي فكرة إن يتم أنت تديك مش عايزة زوجك لسبب واحد اثنين ثلاثة، أنت عندك استعداد، عندي استعداد مثلا تنازل عن الأمور دي وتبقى زوجتي معي خلاص، لكن هي مش طايقة خالص ولا عايزة، يبقى تيجي وقول له طلقها تطليقة ويتم الطلاق على هذا الأساس. نعم. لكن الصورة اللي بيتم بيها في الوضع حاليا محتاجة مراجعة من رجال القانون. طب فضيلة الدكتور، يمكن الصورة اللي تحدثنا عنها عن التخبيب اللي هي رجل يخبب امرأة على زوجها، نعم، أو امرأة تخبب زوج على أهل بيته، تمام، الفكرة دي ما بتطلعش غير في حالة وجود اختلاط. يعني أيوة. هل إذا كان المجتمع ما فيهوش اختلاط، وإحنا دلوقتي في المجتمعات بتاعتنا ما عادش من الوارد إن ما يبقاش فيه اختلاط بحكم العمل وبحكم ظروف الحياة، هل من ضوابط ما بتحكم العلاقة في ظل الخروج المرأة للعمل واختلاطها بالرجال الأغراب؟ بص حضرتك، الاختلاط ليه شكلين، اختلاط في العمل مع رجال أو نساء، واختلاط في البيت مع جيران وأصحاب وأحباب. لا. الاختلاط بتاع العمل اللي فيه رجال ونساء هو ده منهي عنه شرعا، يعني مفروض يكون فيه التزام وقواعد، وأنا شفت وزارات كتير وشفت هيئات كتير بيحترموا المبدأ ده، إن مكتب النساء مكتب خاص بيهم ومكتب للرجال خاص بالرجال. أما فكرة امرأة ومكتب ده قاعد وزميلها في وشها أو الاثنين قاعدين جنب بعض، الحاجات دي شرعا دي بتجيب مشاكل كتير جدا جدا، وإذا كنت أنت متخيل أنك أنت متحضر بالأسلوب ده، دي مش حضارة، ده اسمه فساد أو إفساد واختلاط. مفروض يكون في زي بالظبط النهاردة المترو بيعمل عربة للنساء وعربة للرجال، فدي برضو دي نوع مظهر حضاري كويس. ليه ننتظر لما يجي جرائم تحرش ومشاكل ونقعد نحل في المشاكل، وإن مشاكل تجيب مشاكل ونقعد نحل فيها؟ طب ما من البداية
افصل ده عن ده، استريح ده من ده. الحاجه الثانيه الاختلاط جوه العائلات بقى، هو ده الصعب جدا، انك واحده هي زوجها يروح العمل، هي تروح لها تقعد معاها في البيت وتقعد تقول لها ده زوجي عمل وسوى وتكشف اسرار بيتها، ده برضه منهي عنه. ففكره الاختلاط اذا لم تكن لها اداب وقيم ومبادئ واصول نحترم هذا الاختلاط، يبقى بلاش منه. نعم. انما لو في مثلا واحده صاحبتك بتزورك في البيت وبكل قيم تحترم زوجها وبتحترم بيتك وبتحترم ولا تقعد تسالك عن اسرار الشخصيه والحاجات دي كلها، ولذلك انا بقول دايما لكل امراه لو حد صاحبتك بتسالك اسرار شخصيه لا تجيبيها، لان اذا الكلمه طلعت منك بقت عليكي خلاص انتهى الموضوع. نعم. ولو عرفت عنك معلومه وعن زوج ما يمكن تحسدك على زوجك، ما يمكن انت تعمل يعني نفس الكلام، يعني لو واحد قاعد في جلسه وقال ده انا مراتي بتعمل وبتسوي، طب ما يمكن انت تفتح عيني ناس على زوجتك. نعم. فمفروض الحاجات دي يعني لازم يحكمها ايه، الكتمان، يحكمها الادب، يحكمها الستر، نستخدم كلمه الستر، يعني يجب حتى لو عندك مشكله استر على زوجتك وانت استري عليه، مش نقعد نفضح في بعض، لان في النهايه في ناس مستفيده وفي طرف ثالث مستفيد، هم شياطين الانس والجن مستفيدين من ايه، من هذا الخلاف. نعم. كل ده اشياء تستحق الى التدبر والتفكر. اكيد. انا بشكر حضرتك في نهايه هذا اللقاء فضيله الدكتور منصور مندور من علماء وزاره الاوقاف، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. ربنا يبارك لك، وارجو ان الحلقه دي حلقه تخبيب تكون حلقه جديده وتكون حلقه مفيده، وكل اسره تفهم يعني تخبيب وتحذر الوقوع في التخبيب، لانه ذنب وكبير من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. نعم. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء، وأشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، حتى حلقة قادمة بإذن الله من فقه الحياة، إلى اللقاء.